في جانبها أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف دعم بلاده للتسوية السياسية في سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الحل السلمي للأزمة. هدفنا الوحيد في مسار يستانا تقليل خسائر الحرب في سوريا. أخذنا على عاتقنا المسؤولية وسنركز على تسوية سياسية سلمية يقبلها الجميع. وفي مايو المقبل ستجرى لقاءات حول التسوية السياسية والإنسانية. إيران ترفض استخدام الأسلحة الكيماوية مهما كانت الأطراف التي استخدمتها، وندين بشدة أي عمل عدائي لتحقيق مصالح ضد سوريا. ندعم التسوية السياسية للأزمة السورية بأساليب سلمية، ونرى أن هناك مسؤولية للمجتمع الدولي في هذا الشأن.